فضيلة الشيخ عطية صقر، نسمع عن صيغ الطلاق ومنها المنجزة ومنها المعلقة ومنها المضافة إلى مستقبل، فنود توضيح ذلك. صيغة الطلاق إما أن تكون منجزة، أي ليست معلقة على شرط ولا مضافة إلى زمن مستقبل، بل قصد بها من أصدرها قصد وقوع الطلاق في الحال، مثل أنت طالق أو امرأتي طالق، وهو يقع في الحال متى صدر من أهله وصادف محلا له. وإما أن تكون الصيغة معلقة، مثل أن يقول لامرأته إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، والجمهور على وقوع الطلاق إن حصل المعلق عليه. ورأى بعض العلماء أن الطلاق المعلق قسمان: قسم يقصد به إيقاع الطلاق عند حصول المعلق عليه وهذا يقع به الطلاق، وقسم لا يراد به الطلاق بل يراد به الحث على فعل شيء أو منعه، وهذا كالحلف بالله لا يقع به طلاق، وفيه كفارة يمين عند حصول المعلق عليه. وكذلك ما يقصد به التصديق والتكذيب بالتزام الطلاق عند المخالفة. والعمل في مصر جار على أن المعلق الذي قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير لا يقع به طلاق، والله أعلم.